الكبار اللي هم بالنسبه لنا يعني اللي هم كنا سمعنا عن شغلهم في مسرح الجامعه ومسرح التجاره، وهو واحد من الناس اللي حبب دفعتي انا في مسرح كليه. كان بيجي لنا، كان هو دخل معهد فنون مسرحيه بعد كليه التجاره، وكان بيجي لنا عشان يساعدنا وعشان يخرج لنا روايات ويعملوا لنا ورش. لازم تعرفوا من الشله. من الشله صلاح عبد الله، هاني رمزي، فتحي عبد الوهاب، ما شاء الله. لا لا لا، شله ما شاء الله يعني. كان شله كليه التجاره دي احمد صيام، محمد الصاوي قبلنا بشويه، سليمان عيد، كل يعني التجاره من اول يعني من اول نجيب الريحاني يعني.